يعني يا جماعه المنهج الجديد كده بيعمل ايه؟ بيقول للطفل خد نحو وخد عربي وخد قراءه وكتاب واملاء، وفي نفس الوقت خد فكره طبقها في البيت، حاجه في بيتك، حاجه في الشارع، في مدرستك. دي المواضيع اللي في المنهج الجديد اللي بتربط الطفل بحياته. طيب الدرس اسمه ايه؟ ادواتي الشخصيه. يعني ايه الكلام ده؟ ادواتي الشخصيه دي ياء ملكيه، ادواتي بتاعتي انا، دي ياء ملكيه، ملكي انا، ادواتي كتابي قلمي فرشتي قصافتي تمام منشفتي. بيقول الطفل هنا يعرف ايه هو الادوات الشخصيه اللي ما ينفعش حد تاني يشاركها معاه. طب ده علاقه ايه بالمحور؟ المحور اللي فات جاب لنا نموذجين للاهتمام بالنظافه الشخصيه. عمر كان مهتم جدا جدا لدرجه الافراط في، يا عمر، في النظافه، كان بيغسل ايده على طول باستمرار، وده حاجه وحشه جدا جدا، مش هعرف اعيش، مش هعرف اتواصل مع الناس. والطفل الثاني يوسف كان مهمل جدا جدا في نظافته الشخصيه. فالنهارده جايب لي بيكمل ادوات الشخصيه. ما ينفعش حد يستخدم قصافتي، ما ينفعش حد يستخدم فرشه اسناني، ما ينفعش حد يستخدم فوطي بتاعت اللي بنشف فيها، ما ينفعش حد يستخدم مشط الشعر بتاعي سواء بنت او ولد، ولو بنت رباط الشعر اللي هي التوكه بتاعتك ما ينفعش حد يستخدمها معايا. تمام؟ دي ادواتي الشخصيه. تعال نشوف الدرس هيتناوله ازاي في المنهج الجديد. هنا بيقول لي ادواتي الشخصيه، كلمه الياء هنا ده ايه؟ ده ياء ملكيه بتاعتي انا، دي قصه موجهه تتكتب نتملى منها جزء وبنحفظ الكلمات اللي باللون الاحمر. طيب ذات مساء عاد الاب من العمل واجتمع باسرته قائلا سنسافر غدا في تجهيز في رحله بحريه وعليكم تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا. بابا دخل من بره بيقول يا جماعه احنا بكره رايحين اعمل لكم مفاجاه، رايحين بكره رحله للبحر، بحريه يعني ايه؟ في البحر. هنمشي في البحر، كل واحد يحضر شنطته. هنحكي بعد كده نشرح فيه المظاهر والحاجات اللي فيها. طيب تحمست هند، البنت اللي معانا البطله بتاعت القصه اسمها هند، تحمست، تشجعت يعني. وذهبت مسرعه وقامت بتحضير حقيبتها. البنت فرحانه جدا جدا، هي هنروح رحله، راحت داخله اوضتها وفاتحه دولابها وبتحضر الشنطه. دخل الاب على هند في غرفتها فراى حقيبه كبيره مليئه بالاشياء. دخل البنت جايبه شنطه كبيره جدا جدا ومليها حاجات، فقال لها يا هند لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة، لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة، ما ينفعش ان انت تروحي بالحقيبة دي كلها، كبيرة جدا جدا جدا. لما انت تاخد الحقيبة دي كلها وانا محتاج حقيبة، ماما حقيبة واخوك حقيبة، هيمشي ازاي في العربية؟ فردت هند متعجبة، لماذا يا ابي؟ ليه يا بابا؟ مالها يعني؟ عايز اعرف ما الحقيبة دي؟ لماذا يا أبي؟ فكل ما في الحقيبة ضروري، كل حاجة هنا ضرورية، وعامل علامة تعجب، مستغربة، إزاي يعني أنت بتقول لي الحقيبة كبيرة جدا جدا وكل حاجة واخداها في الشنطة ضرورية؟ فأجاب الأب: لا تأخذي معك سوى أدواتك الشخصية. لا تأخذي معك سوى أدواتك الشخصية، ما تاخديش معك غير حاجتك الشخصية، كلمة سوى معناها غير، ما تاخديش معك غير أدواتك الشخصية. فالبنت واقفة، يعني إيه أدوات الشخصية دي بقى؟ ده بعرفك أنت، ده المغزى من الدرس. وملابسك وأشيائك الضرورية فقط. وأخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها. يا رب إيه هي الأشياء الشخصية اللي ما ينفعش حد يستخدمها معي؟ إيه هي الحاجة اللي ما ينفعش أقول لي يا ماما اديني حاجتك، يا بابا اديني حاجتك، يا اخويا اديني حاجتك، ما ينفعش حد ده لحد، ايه ديت؟ قامت هند باحضار حقيبتها الصغيره
ووقفت في حيرة، وقفت مترددة مش عارفة آخد إيه ولا إيه ولا إيه. نكمل، لسه ما شرحتش. بتكلم نفسها بقى، فرشاة الأسنان، فرشة الأسنان دي، هل دي حاجات شخصية؟ فرشاة الأسنان هل هي مهمة؟ هل هي مهمة؟ بالطبع، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء. الراجل بيحط لك درس مفيد جدا جدا جوه الدرس، إن أنت لازم تغسل سنانك الصبح وبالليل حتى لا تتسوس. ليه بنغسل أسناننا؟ عشان ما تسوسش. بعد كده، من شفتي مهمة، من شفتي، المنشفة يعني الفوطة بتاعتها، من شفتي مهمة، بتكلم نفسها بالتأكيد. فالأفضل أن يستخدم كل واحد من شفته للوقاية من الأمراض والعدوى. ما ينفعش نحط فوطة واحدة وكل واحد دخل من الحمام واخد شاور ينشف فيها، ما ينفعش، هي بتقول كده. تمام، الوقاية وكمان العدوى. نكمل، المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر. يبقى قالت فرشاة الأسنان والمنشفة والمشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر. طبعا دي كلها سلوكيات احنا كلنا في بيوتنا كلنا بنستخدمها غلط. لما الطفل ياخد ده في المنهج الجديد ويبدأ يطبق ده في بيته، فده حاجة كويسة جدا جدا، ومنهج لازم نحترمه جدا 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 والله يا جماعة. يعني كم من الفرشة، ماشي، كم من واحد بيستخدم من فوطة حد في نفس البيت؟ المشط كلنا بنسرح بيه، الشعر بط الشعر من اختك دي لاختك دي عادي، ممكن انا عندي قدر الله قشره، عندي شعري بقصف، شعري فيه مشكله، ليه اديها لحد تاني؟ قصفت الاظافر، كلنا عندنا قصفت الاظافر واحده، صح؟ فده لما يوعي الطفل من صغره فيطلع حد فاهم وناشئ يغير الفكر ده، صح ولا مش صح؟ ايه اللي صعب في المنهج ده؟ ايه الوحش في المنهج ده؟ وجوه الدرس جايب لي ايه؟ اسلوب نداء، اسلوب نهي، اسلوب استفهام، اسلوب نف نهي، اسلوب استفهام، معاني كلمات، حصيله لغويه، فين ايه الوحش في منهج جديد؟ نكمل، المشط ورباط الشعر وقصافه الاظافر كلها ادوات شخصيه لا يمكن ان اتشارك فيها مع احد. ما ينفعش اقول لحد هات قصفتك، هات فرشة اسنانك، هات منشفتك، فيجب وضعها في الحقيبه. الحاجات دي ما ينفعش استلفها من حد هناك، لازم اخدها معايا. وضعت هند كتابها المفضل الذي به صور عن الحياه البحريه لتتعرفها. هي اصلا كده كده رايحه رحله بحريه، فعندها كتاب عن الحياه البحريه، وهي ماشيه في الطريق تقرا فيه شويه، وهي على البحر تقرا شويه. والقليل من ادوات اللعب في البحر، القليل عشان الشنطه ما تزحمش، وبعض الملابس التي تناسب درجه حراره الجو واغلقت حقيبتها. يعني ايه بعض الملابس التي تناسب درجه حراره الجو؟ هو احنا في الصيف بنلبس ايه؟ نص كم، وفي الشتاء كم، وده اسمه ايه؟ اسمه تكيف، اللي هناخده في سنه رابعه ان شاء الله في العلوم. تكيف ان احنا بنتاقلم مع الوضع اللي احنا فيه. لو قلت لك دلوقتي شيل الانترنت وشيل التكييف وشيل الموبايل وشيل النور وشيل وشيل وشيل، قلت لك عيش، تقول لا والله مش عايش، هموت. لا، ده انت هتعافر وهتحاول عشان تفضل عايش على قدر الحياه. دي فطره، دي فطره، دي واحده بس. تمام، يبقى ده معناه ان انا في الصيف بلبس نص كم، وفي الشتاء بلبس بكم، ده بتكيف مع الجو اللي انا عايش فيه. طيب، واغلقت حقيبتها، خلاص خلصت، راحت قافله السوسته. وبعدين ثم ذهبت الى والدها، ثم ذهبت الى والدها قائلة: ما رأيك الآن يا أبي؟ ما رأيك الآن يا أبي؟ فابتسم الأب قائلا: أحسنت يا هند، فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط. طبعا احنا كده قرينا الدرس، نبص بقى على الشرح المهم جدا جدا، المهم جدا جدا جدا. ذات مساء، القصة هنا جاية في المساء، ده الزمن بتاع القصة، القصة كلها كانت في المساء من العملي. واجتمع الأب
اجتمع بأسرته. الباء هنا حرف جر، بأسرته، باء حرف جر. احنا عندنا حروف الجر، حروف جر متصلة وحروف جر منفصلة. متصل منفصلة من، في، عن، على، إلى. المتصل الكاف واللام والباء، فهو اجتمع بأسرته. لما يقول لي استخرج من الدرس حرف جر متصل يبقى بأسرته، قائلا سنسافر غدا إلى رحلة بحرية. غدا تنون بالفتح، رحلة تنون بالكسر، بحرية تنون بالكسر. وعليكم، يجب عليكم يعني تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا. مبكرا يعني أول النهار بدري يعني، تمام؟ مبكرا يعني إيه؟ يعني حسب موقعها في الجملة، استيقظ الطفل مبكرا يبقى معناها أول النهار. طب هتنام مبكرا يبقى أول الليل، هتنام بدري يعني. يبقى الكلمة دي توقف معناها على الجملة اللي هي فيه. استيقظ الطفل مبكرا، استيقظ الصبح أول النهار في الصباح. لكن النوم مبكرا يعني النوم أول الليل، مش في الساعة 12 ولا 1، لا الساعة 10 9 كده. طيب نكمل. تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها. دخل الأب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالأشياء، فقال لها يا هند. يا هند ده أسلوب إيه؟ نداء، صح؟ لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة. كده عندي أسلوبين في نفس القطعة أو في نفس الكلمة، يا هند لا يمكنك السفر بهذه الحقيبة. ده أسلوب نداء يا مستر ولا أسلوب نهي؟ بص معايا كده، أسلوب نداء ولا أسلوب نفي؟ أسلوب نفي. إزاي؟ ما هو قال يا هند. إيه الغرض من النداء ده؟ لما نده عليها إيه المطلوب؟ لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة، مش هينفع. أسلوب نفي غرضه أو أداته لا. إزاي يا مستر أنت مش اديتنا قبل كده إن أسلوب النهي بلا لا تلعب في الشارع؟ ده أسلوب نهي. أنا بنهي حد، بكلم شخص قدامي ما تلعبش في الشارع. طب هنا لا يمكنك السفر، برضه بكلمها بس بقول لها إيه؟ بقول لها مش هينفع تسافري بالحاجة دي. ده نهي ولا نفي؟ ده نهي، لا يمكنك السفر. ده أسلوب إيه؟ نهي. عندنا ممكن أستخدم لا لأسلوب النفي هي كمان. يعني إيه؟ ممكن أقول لا أحب الكذب، لا أحب السفر ليلا، أنا بحب السفر بالليل، لا أحب القيادة ليلا. كلمة لا أحب القيادة ديت ليلا، هل كده أنا بنهي حد عن حاجة؟ لا، ده أنا بنفي عن نفسي إن أنا بحب الإيه؟ السفر بالليل أو بسوق بالليل. يبقى في فرق، إن لا ممكن أستخدمها كأداة نهي، ممكن أستخدمها كأداة نفي. لا أحب الكذب مثلا. هنا لا زي لا، وهنا فعل مضارع، هنا فعل مضارع. إيه الفرق بين الاثنين؟ السياق الجملة. لا تلعب في الشارع أسلوب إيه؟ نهي. لا أحب الكذب أسلوب نفي، والاثنين أداتهم لا. فبقول لها مش هينفع تروح بده، بينهاها، مش هقدر أحط كل في العربية. فردت هند متعجبة. الفاء هنا لإيه؟ للسرعة. إحنا عندنا حروف العطف ثلاثة، ثم وفاء و. ثم دي جت في آخر الكلام، في آخر القصة هنقولها. هي قالت إيه؟ فردت هند. الفاء هنا إيه؟ للسرعة. جاء القطار فركبت، لأن لو تأخرت شوية هيسيبني. فهمت على طول، باباها قال لها مش هينفع، قالت له ليه؟ ليه؟ فردت بسرعة. فردت هند، الفاء هنا لإيه؟ للسرعة. راحت فين؟ لماذا يا أبي؟ لماذا يا أبي أسلوب استفهام، استخرج من القطعة أسلوب استفهام، أداته إيه؟ لماذا؟ بتسأل عن الإيه؟ عن السبب. لماذا لم تذهب إلى المدرسة؟ أكيد في سبب منعك، أني مريض، تمام؟ لقد تأخرت عن الأتوبيس، لم أستيقظ مبكرا، رحت علي نومة يعني، يبقى أنا بسألك عن السبب. لماذا لم تكتب واجبك؟ تمام؟ سبب. لماذا يا أبي؟ ليه يا بابا أنا مش هقدر؟ نفس الحكاية، لماذا يا أبي؟ أسلوب استفهام ولا أسلوب نداء؟ لا أسلوب استفهام، ودي علامة الاستفهام، ترقيم. ليه مش هقدر أسافر بكل هذه الحقيبة؟ لماذا؟ يا ده استفهام، بيسأل عن السبب. فكل ما في الحقيبة ضروري. قالت له كل حاجة في الحقيبة ديت ضرورية، أنا عايز كل اللي هنا. فأجاب الأب، برضه الفاء فاء السرعة، فأجاب برضه فاء السرعة، معناه إن هو
ما تاخرش في الرد، هي خلصت كلامها وهو كمان رد في ثانيه. يبقى معانا اول حرف حرف الفاء من حروف العطف يفيد السرعه. فاجاب الاب: لا تاخذي معك سوى ادواتك الشخصيه. برضو اسلوب ايه؟ اسلوب نهي، بينهاها انها تاخد غير ادواتها الشخصيه، وكلمه سوى معناها غير. تمام؟ لم اكل من مثلا الدجاجه الا صدرها، معناها ان انا ما باكلش من الدجاجه كلها الا الايه؟ الا الصدر بتاعها، ما بحبش الوريه كمان. دي معناها سوى، يعني ايه؟ يعني غير. لا تاخذي معك غير ادواتك الشخصيه، سوى يعني غير، ما تاخديش معك غير ادواتك الشخصيه. تمام؟ طيب لا تاخذي برضو اسلوب ايه؟ اسلوب نهي، اداته ايه؟ لا، ما تاخديش معك حاجه، لا تلعب في الشارع، لا تاخذي. تمام؟ نكمل. وملابسك واشيائك الضروريه فقط. واخذت هند تفكر في الاشياء التي ستاخذها معها. قامت هند باحضار حقيبتها الصغيره ووقفت في حيره. كلمه حيره يعني تردد، انا متردد اخد دي ولا اخد دي، انا خايف اخد دي مش هحتاجها هناك، وخايف اسيب دي احتاجها هناك. ده تردد، الواحد متردد. تمام؟ والتردد وحش جدا جدا جدا. حيره يعني تردد. بتكلم نفسها اخد ايه ولا ايه؟ فرشاه الاسنان. تكلم نفسها هل هي مهمه؟ برضو باسلوب استفهام. احنا خدنا ايه؟ لماذا؟ هل بنجاوب عليها بنعم او لا؟ هل هي مهمه؟ نعم مهمه. لا ليست مهمه. يبقى هل اداه استفهام بنجاوب عليها بنعم او لا؟ هل صليت العصر؟ لا لم اصلي. نعم صليت. هل ذاكرت دروسك؟ لا لم اذاكر. نعم ذاكرت. يبقى لا او هل اسلوب استفهام غرضه او اداته هل، بنجاوب عليها بالاثبات باما نعم او بالنفي لا. هل هي مهمه؟ بالطبع فانا اغسل اسناني كل صباح ومساء. ليه بقى؟ حتى لا تسوس. من شفتي مهمه بالتاكيد. من شفة يعني فوطه اللي بنشف فيها. تمام؟ طيب فالافضل ان يستخدم كل واحد من شفته. ليه؟ لماذا؟ من الواجب علينا ان يستخدم كل واحد منا من شفته. قالت لي الوقايه يعني الحمايه، وعدم انتقاء العدوى يعني الامراض، عشان لا قدر الله لو انا عندي حاجه جلديه ما انقلهاش لحد تاني. لو عندي حاجه في جلدي في جسمي ما انقلهاش، ما هو بنشف جسمنا، فهيجي المرض ده في الفوطه فيروح لحد تاني. يبقى تمام؟ يبقى من شفتي مهمه بالتاكيد، فالافضل ان يستخدم كل واحد منا من شفته. للوقايه يعني للحمايه من الامراض، ومنعا للعدوى اي منعا من انتقال الايه؟ الامراض. المشط ورباط الشعر. يبقى هنا عرفت هي ادوات الشخصيه ما ينفعش حد يشترك فيها معايا. رقم واحد فرشاه الاسنان، رقم اثنين المنشفه، ثالث حاجه المشط او المشط باللغه العربيه الفصحى اللي احنا بنسرح بيه، ما ينفعش حد يستخدمه معايا. وايه تاني كمان؟ قصافه الاظافر ورباط الشعر، توكة الشعر وكثافة الأظافر. كل واحد منا لازم يكون ليه أدواته الشخصية. يبقى من هنا ورايح بقى أنا صف، أنا طفل في الصف الثالث هبدأ أطبق الحاجات دي عندي في البيت. يبقى ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة كويسة. إيه تاني؟ وضعت هند كتابها المفضل الذي به تمام، ده الفكرة ما فيهاش حاجة. ثم ذهبت إلى والدها. ثم حرف عطف بيفيد إيه يا شباب؟ بيفيد الترتيب والتأخير والموالاة. ده معناه إن هي جهزت حقيبتها وبسرعه راحت لبواها؟ لا، ده جهزت وفكرت وجابت ودورت، يعني قعد ساعات حضر في الحقيبه. بعد كده ثم تفيد التاخير والموالاه. زي ايه؟ زرع الفلاح القمح ثم حصده، حط البذره وسقاها وكبرت وعدى شهر واثنين ثلاثه بعد كده حصده، يبقى قعد شهور. يبقى كلمه ثم من كلمات الترتيب الزمني، من كلمات الترتيب الزمني، تفيد الترتيب والتاخير والموالاه. برضه حرف ايه؟ حرف عطف. والوفاء حرف عطف يفيد السرعه، والواو حرف عطف يفيد المشاركه. دخل ابي وامي، اكلت خبزا وزبدا وجبنا، معناها الحاجتين دخلوا بقي مع بعض. تمام؟ ثم ذهبت هند الى والدها قائله: ما رايك الان يا ابي؟ فابتسم الاب قائلا: احسنت يا هند، فهذه حقيبه حجمها مناسب وتحتوي على اشياء ضروريه. يبقى الدرس فيه اكتر من حاجه، فيه اسلوب نداء، اسلوب نهي، اسلوب استفهام، فيه
درس مهم جدا، دروس مستفاده، ان حاجات الشخصيه او ادوات الشخصيه ما ينفعش تشارك فيها مع حد، زي فرشاه الاسنان، زي المشط، زي المنشفه، رباط الشعر، قصافه الاظافر، ضيف عليها الملابس كمان بتاعتي ما ينفعش اشارك فيها مع حد. تمام؟ في كمان حروف جر متصله وفي حروف جر منفصله، في قواعد واساليب وتراكيب، وفي معاني كلمات مبكرا يعني اول النهار او اول الليل حسب الجمله. هو جايب وعليكم النوم مبكرا يبقى معناها اول الليل. طب لو استيقظ مبكرا يبقى اول النهار. سوى يعني غير، حيره يعني تردد، من شفتي فوطه، الوقايه يعني الحمايه، العدوى يعني الامراض. وما تحفظش غير الكلمات الحمراء بس، سيبك من ده كله. هتحفظ الكلمات دي ومعناها وعكسها وجمعها. مبكرا عكسها ايه؟ متاخرا. يبقى دي اول كلمه. طيب كلمه سوى غير، عكس غير كل، اكلت كل الدجاجه. طيب كلمة حيرة تردد، عكس تردد واثق، واحد متردد واحد واثق أو متأكد من إيه؟ من اللي هيعمله. من شفتي أو جمع من شفة مناشف، يبقى الكلمة اللي لها عكس تحطها والكلمة اللي لها جمع تجمعها، جمع من شفة مناشف. الوقاية مع عكسها الإيه؟ الحماية، عكسها الإيه؟ الإهمال. معنى الوقاية حماية، عكس واحد بيحمي نفسه عكسها مهمل الإهمال. العدوى يعني الأمراض. تمام؟ ده مهم جدا جدا تحفظ الكلمات ومعانيها وعكسها وجمعها او مفردها. تمام؟ مفرد الامراض مرض. ما تحفظش حاجه غير كده، الخمس كلمات او ست كلمات بالاحمر بس. ده بالنسبه للدرس الايه؟ بالنسبه للدرس الاول. دي قصه موجهه هتكتبها في البيت وهتتملى منها اي جزء او اي فقره في البيت. تمام؟ طيب بعد كده الاساليب والتراكيب، الدرس الثاني، اسلوب النهي هو طلب الامتناع عن فعل معين ويتكون من حرف لا زائد فعل مضارع. طيب ده الدرس الثاني بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اسلوب النهي. طبعا ده اساليب وتراكيب، يبقى المنهج جايب لي دروس نحو ودروس قراءه ودروس مستفادة أقدر أتعامل بيها في بيتي، إيه العيب في المنهج ده؟ طيب، الدرس الثاني اسمه لا الناهية، وبين من اسمها بتنهي عن حاجة معينة، بننهي شخص عن حاجة معينة، زي إيه؟ لا تلعب في الشارع، لا تكتب على الحائط، لا تهمل واجباتك. زي ما عندنا اسلوب النداء ليه اداه، واسلوب الاستفهام ليه اداه، زي لماذا، اين، متى. برضو كمان اسلوب النهي ليه اداه. ايه هي الاداه؟ لا الناهية، لا الناهية، لا الناهية، لا الناهية. يقول لي مثلا في الامتحان انهي صديقك عن الكتابة على الجدران، بس يقول لي كده، انهي صديقك الكتابة على الجدران. انا هنهي ازاي؟ يقول له لا تكتب على الجدران. انهي زميلك عن الاستماع الى الموسيقى، اقول له لا تستمع الى الموسيقى. انهي زميلك عن الإهمال أو عدم كتابة الواجب، هقول له لا تهمل واجباتك. انهي زميلك عن عدم الصلاة، لا تهمل صلاتك. يبقى لازم، مهم جدا جدا، لا النهي أو أسلوب النهي يكون ليه أداة. إيه هي الأداة؟ لا الناهية. إيه هي الأداة؟ لا الناهية. لا تلعب في الشارع. أسلوب النهي بيعمل إيه؟ بأنهي حد قدامي عن حاجة معينة، ما يعملهاش. لا تلعب، بنهاه عن اللعب في الشارع. لا تكتب، بأنهاء عن الكتابة على الحائط. لا تهمل، بأنهاء عن إهمال كتابته. تمام؟ واجباته. طيب أقدر أستخدم ده إن أنا أعمل لافتة؟ يقول لي أكتب لافتة حس فيها زملائك على عدم الإسراف في المياه. استخدم أسلوب النهي في كتابة لافتة، واللافتة حاجة مهمة جدا جدا في التعبير في منهج جديد. هتقول له إيه؟ والله هرسم مربع كده كأنه لافتة، يعني يافطة. لافتة أقول له إيه؟ لا
احنا قلنا ايه؟ النهي عن ايه؟ لا تهمل انهي زميلك عن عدم الاسراف في الايه؟ في المياه، لا تسرف في الماء. يبقى انا عملت لافته باستخدام اسلوب الايه؟ النهي. دي كده لافته، لا تسرف، خدناها في سنه ثانيه، لا تسرف في الماء. تمام؟ طب ممكن اقول له الاسراف في الماء حرام؟ هو قال لك استخدم اسلوب نهي، هو ما قالكش اعمل لافته وخلاص، بيقول لك اعمل لافته باستخدام اسلوب النهي، واسلوب النهي ليه اداه، لا. لكن لو قال لي اعمل لافته وخلاص اقول له الاسراف في الماء حرام من غير لا. تمام؟ طيب ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. اعمل لي او ازاي افرق بقى بين اسلوب النهي واسلوب النفي؟ لسه ايه دلوقتي؟ احنا قلنا برضه ممكن نستخدم لا لعمل اسلوب نفي. ها؟ لا احب القياده ليلا. انا بتكلم عن نفسي، انا واحد من الناس ما بحبش اسوق جدا خالص بالليل. سفر طبعا. ليه؟ ما بشوفش قدامي. اول ما عربيه تضرب النار في وشي خلاص، النار في وشي خلاص. ما بعرفش، ما بحبش. تمام؟ فانا بانفي عن نفسي، انا كده بنهي نفسي؟ هو انا بقول لنفسي او اقول لحد ما تسوقش بالليل؟ لا. ده انا بقول ان انا ما بحبش، يبقى ده اسلوب ايه؟ نفي، بانفي الصفه دي عني. ده اسلوب ايه؟ نفي. اعرفهم ازاي يا مستر؟ للاسف ما فيش طريقه اعرفهم او افرق بينهم غير ان انا اعمل ايه؟ ما فيش طريقه اعملها اعرفها غير ان انا من سياق الجمله، لان دي لا ودي لا، دي وراها فعل مضارع ودي وراها فعل مضارع. تمام؟ اعرف منين؟ إيه؟ من سياق الجمله. هل ده بينهي حد عن حاجه؟ بينهي عن اللعب في الشارع، بينهي عن كتاب على الحائط، بينهي عن اهمال الواجبات. طب ده بيهمل، بينهي حد عن حاجه؟ لا، ما بينهيش حد، بقول انا ما بحبش القياده. لا احب الكسول، بينهي حب، بينفي حبه عن طالب الكسول. ده مهم جدا جدا اسلوب النهي، وازاي افرق بين اسلوب النهي واسلوب النفي. واللي عند مخاطبه المفرد المؤنث في اسلوب النهي نضع في نهايه الفعل ياء. يعني ايه؟ لا تهمل، لا تلعب لو مؤنث، لا تلعبي في الشارع، لا تكتب لو مذكر، لو بنت لا تكتبي على الحائط، لا تهمل في الواجبات للمذكر ولا تهملي البنت. يبقى لما اجي اكلم اخاطب بنت يبقى احط ياء الايه؟ ياء التانيث. تمام؟ يا امير لا تكتب على الحائط، يا بسمه لا تسرفي، يا امير لا تسرف، يا بسمه لا تسرفي، يا امير لا تكتب، يا بسمه لا تكتبي. طيب اخر حاجه في الموضوع ده، انا قلت يا بسمه لا تسرفي. هل ده اسلوب نداء ولا اسلوب نهي؟ لا، اسلوب نهي، مش اسلوب نداء خالص. اسلوب ايه؟ اسلوب نهي، ما تتلخبطش، ما تتلخبطش. ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب نداء، ده اسلوب نهي، مش اسلوب ايه؟ مش اسلوب نداء. احنا تدريبات اللي على القصه. تمام؟ لا نقط النافذه يا خالد، لا تفتح يا خالد ولا تفتحي، حد يقول لحد لا تفتحي يا خالد، لا لا تفتح يا ايه؟ يا خالد. سهل جدا جدا. لا ترسم على الحائط اسلوب نهي، لا تسهري ليلا اسلوب نهي، لا ترفعي صوتك اسلوب نهي، لا تلعب وسط الشارع اسلوب نهي، يا محمد لا تقطف ازهار الحديقه، لا تذهبي للنوم قبل ان تغسلي اسنان. طبعا بغير الفعل مع ادوات الايه؟ مع ادوات التذكير ومع ادوات الايه؟ التأنيث. تمام؟ كده خدنا درسين النهارده، درس القصة الموجهة أدوات الشخصية، وأخذنا كمان الحصة الجاية إن شاء الله تكون آخر حصة في المحور الأول.